السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معاكم خالد ضياء، زميلكم في الفرقة الرابعة. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد من مواضيع السايكاتري. موضوع النهاردة بعنوان نيروزس فيرسس سايكوسس. تمام، نشوف الأول العناوين اللي عندنا في المحاضرة. عندنا أول حاجة definition of neurosis، بعد كده points of view on neurosis، definition of psychosis، رابع حاجة hallucinations and delusions، آخر حاجة نتكلم فيها هي treatment of psychosis. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ محاضرتنا. وأول حاجة هنتكلم عليها هي النيروز. إيه هو النيروزز؟ النيروزز هو mental illness، مرض في عقل الإنسان بيسبب إحساس بالديسترس اللي هو الضيق والضغط وعجز في الوظائف، إن هو الإنسان حاسس إن مش قادر يؤدي وظائفه بطريقة سليمة. تمام؟ طيب إيه الحاجات اللي ممكن تعمل كده أو تبقى بالشكل ده؟ مثلا من اشكالها الانكزايتي اللي هو القلق المرضي، والديبريشن اللي هو الاكتئاب المرضي. طيب هيبقى الاثر ده ايه بقى على حياه الانسان؟ بيقول ان هو ممكن يعمل امبيرمنت، يوقف حياه الانسان في اي ناحيه من نواحيها، في اني اريا اوف لايف، في الريليشن شيبس، في العلاقات، علاقاته باهله، علاقاته العاطفيه باصحابه، في الاكسترنال افيرز، في ناحية السوشيال، في علاقاته بالناس، بالجيران. تمام، في الاوكيبيشنال، ناحية الاوكيبيشنال في شغله. تمام، فكده بتأثر تقريبا على كل ناحية من نواحي حياته. في بقى أهم حاجة في الموضوع اللي هو يعتبر الفرق الجوهري اللي ما بين النيروزز وما بين حاجة هنتكلم عليها بعد كده اللي هو ايه السايكوسس، هي حتة الرياليتي تيستنج. ايه هو الرياليتي تيستنج؟ الرياليتي تيستنج هي القدره بتاعه الانسان ان هو يفرق ما بين الحقيقه والخيال، هو هاو تو ديفرنشيت بين رياليتي اند فانتسي. انا مثلا كده، انا دلوقتي قادر ان انا اميز ان انا صاحي وبتكلم مع ناس حقيقيه لو الناس حواليا، او ان انا دلوقتي مثلا مسجل محاضره وواعي لده، واعي ان اللي بيحصل حواليا ده كله حقيقي. وبرضه لو انا بحلم وحواليا ناس او بيحصل موقف حواليا جوه الحلم، انا عارف ان ده حلم وواعي ان اللي كله بيحصل حواليا ده مش حقيقي. تمام، انا قادر افرق ما بين الاثنين. وكذلك عيان النيروز بيقدر يفرق ما بين الاثنين، ما بين الحقيقه والخيال. تمام، على عكس عيان السايكوزس اللي احنا هنشوفه بعد كده، سواء عنده اوهام او ضلالات او ايا كان، وهو عايش جواها ومش قادر يفرق اذا كان اللي بيحصل حواليه ده حقيقي ولا ايه، ولا من الخيال. تمام، طيب نقرا بقى الكلام الموجود. بيقول ان النيروزس از ا mental disorder that causes a sense of distress and deficit in functioning. بيسبب احساس، هو mental disorder بيسبب احساس بالديسترس او ان الضيق او الضغط، وديفست ان فانكشننج عجز في الوظائف، ان هو حاسس ان مخه مش قادر يعمل وظائفه بطريقه سليمه. من امثله ده ايه؟ قلنا الانكزايتي والديبريشن. بعد كده it may impair persons functioning in any area of life، ممكن ياثر او على كل نواحي حياته، في الريليشن شيبس او الاكسترنال افيرز، سواء سوشيال او اوكيبيشنال. تمام، بعد كده اهم نقطه بقى زي ما قلنا، ان الافكتد بيشنتس دو نوت سفر فروم ذا لوس اوف رياليتي تيستنج، ان هم عندهم الرياليتي تيستنج طبيعي وما فيهوش اي مشكله. سين ان بيرسونز ويز سايكوز، اللوس اوف رياليتي تيستنج ده بقى احنا بنشوفه في مين؟ في الناس اللي عندها ايه؟ سايكوز. تمام، نخش على الجزء اللي بعد كده، وهو حاجة خاصة بالترمينولوجي، اللي هو كلمة نيروز دي كانت ابتدت استخدامها امتى؟ هي ابتدى استخدامها في نص القرن 19، يعني اللي هو 1840 50 كده. كانت بتطلق على السيمبتومز، الاعراض اللي هم كانوا فاكرينها ان ليها نيورولوجيكال اوريجين، يعني اصلها مشكلة في النيورال سيستم. النيورال سيستم اللي هو المخ والاعصاب وهكذا، فيهم مشكله فهي اللي مسببه الاعراض دي. بعد كده يعني كده هم كانوا فاكرين ان الموضوع عضوي. تمام، بعد كده في بريفكس او سابقه اتحطت اللي هي كلمه سايكو، فبقى الاسم الجديد اسمه سايكو نيروس. طب هم ليه عملوا كده؟ عملوا كده علشان اكتشفوا ان في فاكتورز تانيه او عوامل تانيه بتسبب المرض، اللي هي ايه؟ عوامل مينتال، تمام، عوامل اللي هي فكريه او نفسيه، وعوامل ايموشنال اللي هي ليها علاقه بالمشاعر. هم مهمين جدا في حدوث الامراض دي، بل ممكن هم لوحدهم يكونوا السبب في حدوث الامراض دي وما يكونش في اي سبب عضوي. تمام،
ولكن بعد كده التو تيرمز حاليا بقى اللي هو التو تيرمز دول ما بقوش يستخدموا اصلا، اللي هي النيروزز والسايكو نيروزز ما بقناش نستخدمهم. طيب ليه؟ قبل ما نقول ليه، هما كانوا قبل كده بيستخدموا، قلنا اللفظ ده بيطلقوه على اي حد عنده الاعراض دي، تمام؟ اللي هي الاعراض اللي هي في ديفيسيت ان فانكشننج وديستريس. طيب ما احنا قلنا ان من الامثله مثلا انكزايتي ومن الامثله ديبريشن، هل الانكزايتي والديبريشن دول هما الاثنين حاجه واحده؟ لا، الاعراض مختلفه والاسباب مختلفه والعلاج مختلف، فما ينفعش ان انا اقول على الاثنين نيروز. هما بقى كانوا بيعملوا كده، كانوا بيقولوا على ده نيروزز وده نيروز. طيب هل دي حاجه صح؟ لا طبعا، حاجه غلط. ليه؟ لان انا سميت حاجتين مختلفين بنفس الحاجه، فهنا مفيش بريسيجن، مفيش دقه في التسميه. فما ينفعش ان انا اقول على مرضين مختلفين نفس الاسم، تمام؟ علشان كده هم ما بقوش يستخدموا بقى كلمه نيروز او سايكو نيروز دي، وبقوا بيسموا كل مرض بايه؟ باسم، دي اسم لوحده، انكزايتي ديبريشن بي تي اس دي، تمام؟ يعني على حسب بقى الكلام المكتوب، ان هو مش هقدر ان انا استخدم الاسم ده، ان انا يبقى هو السايكولوجيكال دايجنوزس، هو التشخيص بتاعي، وبالتالي ما بقوش يستخدموا اصلا الكلمتين دول. طيب نقرا بقى الكلام الموجود، بيقول ان the term neurosis was used in the mid 19th century، في نص القرن 19، and referred to symptoms، بيتقال على الاعراض thought to be neurological in origin، اللي كانوا فاكرينها ان اصلها حاجه neurological. بعد كده the prefix psycho، كلمه psycho was added later، when known mental and emotional factors are important in the etiology of these disorders، لما عرفوا ان المنتال والايموشنال فاكتورز دول مهمين في حدوث المرض، وزي ما قلنا ممكن يكونوا هم اصلا لوحدهم السبب في حدوثه. But both terms lack the precision required for psychological diagnosis، ولكن الترمين دول ما عندهمش الدقة الكافية، مش دقيقين كفاية ان هم اقول ان التشخيص هو كلمة نيروزس، لا. And are no longer used، وما بقوش يستخدم، تمام؟ نرجع بقى نراجع على اللي احنا قلناه تاني. Definition of neurosis، النيروزس هو mental disorder بيسبب احساس بالديفست ان فانكشننج وديستريس، من امثله الانكزايتي والديبريشن. ممكن يمبير اني اريا اوف لايف، الريليشن شيبس والاكسترنال افيرز سوشيال او اوكيوبيشنال. بعد كده الاهم حاجه ان مفيش مشكله عند العيانين دول في حته الرياليتي تيستنج، قادرين يفرقوا ما بين الحقيقه والخيال زيهم زي اي حد عادي، تمام؟ بعد كده حته الترمينولوجي بقى، ان النيروز دي كلمه بدات في نص القرن 19، كانوا بيقولوها على الامراض اللي هم فاكرين ان هي نيورولوجيكال ان اوريجن. بعد كده كلمه سايكو اللي هي البريفكس اتحطت بقى، فبقى الاسم الجديد سايكو نيوروزز، لما عرفوا ان المينتال اند ايموشنال فاكتورز ار امبورتنت، مهمين في حدوث المرض ده. ولكن بعدين لو حاليا ما بقيناش نستخدم الكلمتين دول اصلا، لان هم لاك في عندهم lack of precision، مش دقيقين كفايه لوصف المرض، وبالتالي ما اقدرش ان انا استخدمهم ك psychological diagnosis، ما ينفعش يبقى تشخيصي هو الحاجه دي، فبقينا نسمي الامراض كل واحد باسمه. طيب هنخش في العنوان التاني معانا في المحاضره، وهو ال points of view on neurosis. عندنا ثلاث نظريات بتشرح الموضوع ده، اول واحده ال psychoanalytic point of view، تاني واحده ال behavioral psychology، وتالت واحده ال cognitive theory. دول ثلاث نظريات كل واحده بتناقش او بتفسر النيروزز وازاي بيحصل بطريقه مختلفه. نبتدي باول واحده وهي ال psychoanalytic point of view. ايه هي السايكو اناليتيك دي؟ جاي من كلمه سايكو اناليسيس. السايكو اناليسيس هو طريقه في العلاج للمرضى النفسيين، اللي هي القايمه على فكره السيشنز والكلام، ان يبقى في كلام ما بين المريض وما بين الدكتور، يبتدي الدكتور ياخد كلام العيان ويحلله ويفسره ويطلع منه الايه الافكار اللي ورا الكلام ده، يتكلم مع العيان عن طفولته، خبراته السابقة، تجاربه، علاقته مثلا بأهله وهو صغير، الحاجات دي كلها، تمام؟ بعد كده النظرية دي المفروض ان هي تفسيرها للنيروزس قائم على فكرة اللي هي الانترا سايكيك كونفليكت،
يعني الصراع النفسي الداخلي اللي هو جوه العقل الإنسان. الصراع ده بيبقى ما بين غرائز الإنسان، حوافزه، دوافعه، أفكاره، كل دي حاجات بتبقى موجودة جوه مخ الإنسان، وبينها صراع دائم بيسبب بعد كده ممكن يوصل لمرحلة إنه يسبب مشكلة. طيب، مين اتكلم عن الموضوع ده؟ دكتور سيجموند فرويد، اللي هو يعتبر الراجل الكبارة ده، هو الأب الروحي للسايكو أناليسيس، هو اللي اخترع الطريقة دي أصلا. طيب، قال إيه دكتور سيجموند فرويد؟ دكتور سيجموند فرويد قال إن في جزء في العقل unconscious، الجزء غير واعي، تمام؟ الجزء ده بيعتبر كمخزن لكل الأفكار والمشاعر والذكريات السيئة أو اللي الإنسان ما يحبش إن هو تبقى موجودة على باله طول الوقت، بيبتدي إن هو يخزنها في الجزء ده اللي هو الجزء الـ unconscious، تمام؟ لأن الجزء ده هو بما إنه غير واعي فهو مش حاضر على ذهني طول الوقت، فبتبقى في ايه يعني مرات معدوده او قليله بس هي اللي ممكن تطلع الافكار دي على بالي، انما هي طول الوقت متخزنه هناك وما بتحضرش نهائي، تمام؟ الافكار دي مثلا او المشاعر او الذكريات زي ما قلنا بتفضل محبوسه هناك. طيب، زي ايه الحاجات دي؟ ممكن تكون اللي هي sexual أو aggressive urges اللي هي دوافع سواء جنسية أو عنيفة، ممكن تكون painful memories ذكريات سيئة أو بتسبب ألم نتيجة خسارة عاطفية، إن حد مثلا توفى له حد كان بيحبه أو break up مثلا. ممكن unsatisfied longing يعني حنين لحاجة كانت موجودة في الماضي في الطفولة مثلا وما تمش إشباعها بطريقة سليمة أو بطريقة كفاية، فبالتالي هي هتفضل عاملة زي أزمة مثلا للإنسان طول حياته، تمام؟ طيب، نقرأ بقى كده الكلام الموجود. بيقول إن النيروزز arises from intrapsychic conflict، زي ما قلنا الانتراسايكل كونفليكت اللي هو الصراع داخل نفس الإنسان، الكونفليكت between different drives هي الغرائز، impulses حوافز، motives الدوافع. اللي قال كده دكتور سيجموند فرويد هو postulated يعني افترض وجود unconscious part of the mind، جزء غير واعي من العقل، that acts as a repository يعني بيشتغل كمخزن لل repressed thoughts feelings and memories. repressed يعني مكبوح، تمام؟ اللي هي الحاجات اللي هو قلنا ما بنحبش ان هي تطلع على عقلنا او تكون حاضره في بالنا طول الوقت. الافكار بقى والفيلينجز المشاعر والميموريز الذكريات that are disturbing اللي هي مؤذيه او unacceptable to the conscious mind او افكار مثلا غير مقبوله، تمام؟ طيب، الـ repressed mental contents دي اللي هي الحاجات اللي قلنا عليها زي ايه؟ sexual or aggressive urges، قلنا دوافع جنسية أو عنيفة، painful memories of an emotional loss، في ذكريات مؤلمة نتيجة خسارة عاطفية، or unsatisfied longing، حنين ما تمش إشباعه بطريقة سليمة، dating from childhood من أيام الطفولة، تمام؟ طيب، إيه المشكلة بقى في الكلام ده كله؟ المشكلة في إن الحاجات دي احنا قلنا ان هي بتفضل مكبوتة او مكبوحة جوه الـ unconscious part. المشكلة بقى لما تبتدي الافكار دي او الحاجات دي تظهر على الـ conscious part بقى للجزء الواعي من المخ، تبتدي تيجي على بالي وافكر فيها، تمام؟ الافكار دي لما تبتدي ان هي تطلع وتظهر بتحصل هنا بقى حتة الايه الكونفليكت. من ناحية الكونفليكت بيبقى من الافكار دي الحاجات الريبريزد او يعني الفيلينجز او الميموريز، ومن ناحيه تانية حاجه اسمها الديفنس ميكانيزمز. الديفنس ميكانيزم اليات دفاع بيبقى حاططها الكونشس بارت، تمام؟ الكونشس بارت اللي احنا برضو بنسميه الايجو،
الايجو اللي هو الذات او الانا العليا، لان هو الجزء بقى اللي بيفكر وبيحس بالمشاعر وبيشكل شخصيتك، فهو الايجو الذات. تمام، فالايجو ده بيبقى حاطط لنفسه ديفنس ميكانيزمز، اليات دفاع، علشان يمنع الافكار او المشاعر او التكرار دي ان هي تطلع وتفضل موجوده على بال الانسان طول الوقت، ان هي قلنا حاجات ديستربنج او ان اكسبتبل. طيب بيعمل كده ازاي؟ بثلاث طرق، يا اما ريبريشن، ريبريشن يعني كبح او كبت، يا اما دينايل، انكار، يقول انا ما عنديش الافكار دي، او قلنا مثلا زي السكشوال او الاجريسيف ايرجز، لا انا شخص كويس، انا ما اعملش كده، ما اضربش حد، انا بتخانق معاه، او تمام، او رياكشن فورميشن. الرياكشن فورميشن اللي هو ايه؟ العكس، يعني تيجي على دماغي فكره، فايه انا عشان احاربها بعمل عكسها. تمام، يعني زي مثلا ايه اللي هو لو حد كان نربطها ببعضها بقى، قلنا في unsatisfied longing من ايام طفولته مثلا، ما كانش اهله قافلين عليه وما بيخرجش مع الصحاب بتاع، فلما يكبر يبتدي يخرج يعمل بقى ايه؟ رياكشن، يعمل عكس ما كان هو بيحصل له في طفولته، يبتدي يعرف ناس كتير، يتعرف على ناس كتير، يعمل علاقات كتير. تمام، فدول ثلاثة ميكانيزمز بيستخدمهم دايما الكونشس بارت في ان هو يدافع عن نفسه ويمنع الافكار اللي هي الريبريس دي من ان هي تظهر. قلنا الريبريشن والدينايل والرياكشن فورميشن. تمام، طيب تمام، حصل الكونفليكت بقى. طب الكونفليكت ده هتبقى نتيجته ايه؟ نتيجته ان هو هيعمل انكزايتي، هيبتدي يعمل قلق، ان الافكار دي عماله بتطلع على دماغي و تعمل لي قلق وتأثر عليا، وبعد كده ايه؟ ترجع تاني على الانكونشس بارت، تبتدي تظهر وترجع، تظهر وترجع، مع كل مره يبتدي يحصل انكزايتي. طيب افرض بقى معايا ان الديفنس ميكانيزمز اللي كان الايجو او الكونشس بارت ده شغال بيها وقفت، ما بقتش تشتغل خلاص، الافكار دي مش قادر ان هو يحجمها ويسيطر عليها، وابتدت ان هي تبقى على طول بقى موجوده في الوعي بتاع الانسان وعمال بيفكر فيها طول الوقت. هنا بقى تبتدي تحصل مشكله، تبتدي تظهر النيوروتيك سيمتومز، الاعراض تبتدي هنا ان هي تظهر، ويبتدي كده اللي هو ايه، الانسان بقى يشتكي ان هو الموضوع مثلا كنت بفكر فيه وانساه، لا خلاص بقى على بالي طول الوقت وبقى عامل ازمه. تمام، قول يبقى كده بتحصل المشكله امتى، او النيوروتيك سيمتومز تبتدي امتى؟ لما الديفنس ميكانيزم تعطل او تبريك داون، ما تبقاش شغاله، والدرايفز او الامبالسز، الافكار اللي كان معمول لها ريبليشن دي، تبتدي ان هي ايه، تطلع على الكونشس بارت. تمام، نقرا بقى الكلام الموجود، بيقول لك ان الانكزايتي، القلق arises when these unacceptable and repressed drives threaten to enter the consciousness. لما الدرايفز اللي هي ان اكسبتبل، مرفوضه او ريبريسد، مكبوحه، تهدد ان هي تدخل ايه؟ الكونشسنس اللي هي الوعي. prompted by anxiety، يعني مدفوع بالانكزايتي دي، هتخلي الكونشس بارت اللي هو الايجو try to deflect the emergence into consciousness of the repressed mental contents. يعني هيبتدي ان هو يواجهها ويدافع عن نفسه ويحاول يرجعها تاني على فين؟ على الـ unconscious part اللي هي الـ repressed mental contents اللي احنا قلنا عليها. طيب ازاي؟ through the use of defense mechanisms، عن طريق آليات الدفاع اللي احنا قلناهم التلاتة، يا اما repression الكبح او الكبت، الـ denial الانكار، او reaction formation تكوين رد فعل. تمام؟ بعد كده الـ neurotic symptoms begin when a previously impermeable defense mechanism breaks down. بتبتدي الأعراض لما impermeable، يعني كان defense mechanism منيع ما اتكسرش قبل كده، يبريك داون، يتكسر. وforbidden and the forbidden drive or impulse threatens to enter the consciousness. وبعد ولما drive أو impulse كان forbidden، يعني ما كانش مسموح له إن هو يعدي، خلاص عدى ودخل الـ consciousness. تبتدي بقى ايه المشاكل. طيب دي كده اول نظريه. تاني نظريه معانا هي البيهيفيرال سايكولوجي بوينت اوف فيو. تمام، تفسيرها قائم على فكره التعلم، التعلم عن طريق الثواب والعقاب،
اللي هي الصورة اللي موجودة هنا دي. الولد الصغير ده مثلا كركب الحاجة بتاعته ورمي الزبالة على الأرض وكتبه مرمية وبتاع، فمامته بتزعق له كده في حتة بانشمنت. فهو عمل مثلا كده مرة والتانية والتالتة، كان بتزعق له كل مرة، فهو اتعلم من كده، فبقى بيرتب حاجته، شايل الحاجات في الزبالة ومرتب أوضته، فابتدت إن هي إيه؟ هي مدياله آيس كريم، لا مدياله إيه؟ ريورد، مكافأة. فهو اللي هو عمله هنا ان هو اتعلم بان هو في فعل معين، اللي هو مثلا لما كان مبهدل الدنيا في هو ده كده، هو عمل فعل، فكان عليه ريسبونس ان هو مامته زعقت، حصل بانشمنت. طيب انا مش عايز اخد البانشمنت، انا عايز اخد ريورد، فاعمل ايه؟ اغير الفعل بتاعي. فهو رتب اوضته ورتب الدنيا، فجت اديت له ريورد الايس كريم، فهو ربط الفعل بالريسبونس، تمام؟ فهنا اتعلم. طيب ازاي بقى نسقط بقى الكلام ده على حته النيروزس؟ بيقول ان احنا طول الوقت بنتعرض لستريس من واحنا اطفال، يعني عادي في ستريس علينا بيحصل، ومواقف وحشه بنعدي بيها. فلو الانسان ابتدى ان هو ما اتعلمش ان هو يتعامل مع الاستريس ده بطريقه صح، هيسبب له بعد كده مشكله، لان مع الوقت الاستريس بيبقى اكبر واكتر. لو انت ممكن كان الموضوع زمان مثلا بيتحل، حد بيحله معاك، انت لما تكبر هتبقى مطالب انك انت هتحل، يعني مشاكلك هتحلها بنفسك. فانت لو ما اتعلمتش صح انك انت تعمل ريسبونس كويس للاستريس ده زمان، قدام مش هتعرف انك انت تعمل الريسبونس ده صح. تمام. طيب ايه بقى الكلام المكتوب؟ يقول ان النيروزس از ليرند ان ابروبريت ريسبونس تو ستريس، يعني هو اهم حاجه ان هو حاجه ليرند، متعلمه. ان ابروبريت، غير ملائم، ريسبونس، رد فعل تو ستريس، على الضغط اللي بيتعرض له. ده كان بيها ليرند، بما انه حاجه ليرند انا اتعلمتها، فممكن ان انا اتعلم حاجه غيرها، اتعلم الصح. تمام. احنا قلنا اللي هو لما تحصل موقف مثلا وانا ما اتعاملتش معاه بطريقه مناسبه، او الضغوطات اللي عليا ما اتعاملتش بطريقه مناسبه، هتعمل ايه؟ مشاكل. كده خلصت تاني بوينت اوف فيو. تالت بوينت اوف فيو بقى اللي هي الكوجنيتيف ثيوري. النظريه دي بقى تفسيرها قائم على رؤيه او فكره، لان مخ الانسان ده عامل زي ايه؟ الكمبيوتر، تمام؟ طول الوقت بيستقبل معلومات جديدة وبيستقبل مدخلات وداتا كتير بتعدي عليه، فشغال طول الوقت عمال يعمل بيانالايز الكلام ده، وايه، ويعمله بروسيسنج، ويدخل بقى معلومات جديدة على طول في جوه، تمام؟ الحاجات دي بيشكل طريقة تفكير الإنسان بعد كده، وبتخليه يتعلم ويقدر ان هو، يعني بتدي له خبرة، فبيقدر ان هو بعد كده زي ما نقول كده ايه، يتنبأ بالمستقبل او يشوف المستقبل. فدي على قد ما هي ممكن تكون حاجة حلوة، فهي ممكن لو الانسان عنده دخله يعني مدخلات غلط او افكار غلط، تخليه ان هو طريقة تفكيره بعد كده لما تتشكل هتتشكل بطريقة غلط. فيبتدي لما مثلا يجي يفكر في مستقبله، انا هعمل ايه في حياتي، انا هعمل ايه مثلا في علاقتي مع اهلي مع اصحابي، يبتدي يفكر بطريقه نيجاتيف سلبيه. يفكر مثلا في شغله، لا انا خايف ان انا افشل، في دراسته انا خايف مثلا ما اعرفش اجيب درجه كويسه في الامتحان ده، تمام؟ فهنا يبتدي ان هو بيفكر بطريقه سلبيه، عنده اللي هو المال ادابتيف ثينكينج، اللي هو طريقه تفكير غير مناسبه للظروف اللي حواليه. فمن هنا هتبتدي بقى تحصل له مشاكل، هيبتدي ان هو قلقان مثلا طول الوقت، زعلان ومكتئب، لان هو بيفكر في حاجات بطريقه، في الحاجات اللي حواليه او احداث حياته بطريقه غلط، تمام؟ زي مثلا يعني احنا عايشين اهو مثلا في وسط السوشيال ميديا، حوالينا بتحصل احداث بالعبيط، ويعني ناس بتتقتل هنا وهناك، وبنشوف مثلا ناس اغنياء قوي من حاجات انفلونسرز مثلا او كده، فانت بتبتدي تفكر اللي هو ايه،
طب انا ليه مثلا زي الناس دي، او انا خايف ان انا انزل حد يعمل لي حاجه، او حاجات كتير. هي مش دي حاجات كلها بتأثر على تفكيرنا وبتشكل شخصيتنا، فبتسبب ممكن تسبب لنا قلق فعلا، تسبب لحد ان هي توصل معاه لدرجه انكزايتي او يخش في ديبريشن بسبب الحاجات دي. تمام، مع انها حاجات يعني هي مش كده، هو الحاجات دي مش زي فوق في البيهيفيرال سايكولوجي ان هو حاجه حصلت له فهو اتعلم منها، لا الحاجه دي ما حصلتلوش، بس هو بمجرد الرؤيه كون اكسبيرينس. تمام، عشان دي برضو حاجه فرق ما بين البيهيفيرال سايكولوجي وحته الكوجنيتيف ثيوري. طيب نقرا الكلام المكتوب، بيقول ان هي emphasizes the way، يعني بتوضح الطريقة in which maladaptive thinking، طريقة التفكير الغير سليمة أو الغير ملائمة دي، such as زي ال fear of possible punishment، أن أنا خايف من عقاب معين، promotes an inaccurate perception of the self and surrounding events، بيسبب إدراك أو فهم غير دقيق للنفس، يعني أبقى أنا شايف نفسي بطريقة غلط. تمام، انا ليه مثلا لحد دلوقتي ما عملتش زي ناس مثلا، وخدت كورسات وطورت من نفسي في الاجازه ورحت وجيت وعملت. تمام، او surrounding events، او الاحداث اللي بتحصل حواليا ابتدي ان افسرها بطريقه غلط. انا شايف ناس معاها فلوس وناس بتاع وايه، انا ليه مش زي الناس دي. تمام، فدي ده كله مال adaptive thinking وتفكير ايه غلط. طيب نراجع بقى على الثلاث نظريات تاني من الاول. قلنا اول حاجه السايكو اناليتيك بوينت اوف فيو، ديت معتمده على حته الانترا سايكيك كونفليكت، الصراع جوه النفس ما بين ديفرنت درايفز فولسز وموتيفز، الدوافع والغرائز اللي جوه الانسان. مين اللي اتكلم عن الموضوع ده؟ دكتور سيجمنت فرويد. قال فكرته معتمده على وجود جزء انكونشس من المايند. تمام، الانكونشس بارت ده بيشتغل كريبوزيتوري اللي هو مخزن للريبريست ثوتس وفيلينجز وميموريز، الافكار والمشاعر والذكريات اللي هي مكبوته. دي ليه هي مرميه هناك؟ لان هي حاجه ديستربنج، مقلقه، او ان اكسبتبل، او غير مقبوله للكونشس مايند. بعد كده الحاجات الريبريسد دي زي ايه؟ زي سيكشوال اور اجريسيف ايرجز، او بينفول ميموريز اوف ان ايموشنال لوس، او انساتيسفايد لونجينج ديتنج فروم تشايلد هود. تمام، بعد كده الانكزايتي بتبتدي تحصل لما الريبريسد كونتنتس دي تبتدي ان هي تخرج للكونشسنس. تمام، وبالتالي الكونشس بارت علشان او الايجو عشان يدافع على عن نفسه بيعمل ديفنس ميكانيزمز. ديفنس ميكانيزمز قلناهم زي ايه؟ التلاته مهمين، ريبريشن، الدينايل، والرياكشن فورميشن. بعد كده النيوروتيك سيمتومز بتبتدي تحصل لما الديفنس ميكانيزمز ديت تبريك داون، والفوربيدن درايف او امبلس ديت تبتدي ان هي ايه؟ تخش في كونشسنس. بعد كده تاني نظريه اللي هي البيهيفيرال سايكولوجي. البيهيفيرال سايكولوجي احنا قلنا فكره التعلم عن طريق الريورد اند بانشمنت، الثواب والعقاب. النيوروزز از ليرند ان ابروبريت ريسبونس، هو رد فعل لكنه غير مناسب ومتعلم. دي اهم حاجه ان هو متعلم. الرد فعل ده على ستريس، على موقف او ضغوطات، ده كان بي ليرند، ممكن ان انا اتعلم الطريقه الصح بعد كده. تالت نظريه اللي هي الكوجنيتيف ثيوري. الكوجنيتيف ثيوري ديت بتقول ان المال ادابتيف ثينكينج زي الفير اوف بوسيبل بانشمنت مثلا، بروموتس ان inaccurate بيرسبشن، يعني ادراك او فهم غير دقيق للنفس، ان انا ابقى شايف نفسي بطريقه غلط، او surrounding events، او شايف الاحداث اللي بتحصل حواليا بطريقه غلط. تمام، ده كده يبقى خلصنا تاني عنوان، ونخش بس في حاجه بسيطه كده، شويه examples على النيوروزز. طيب النيوروزز من امثلته اول حاجه الـ OCD اللي هو الـ Obsessive Compulsive Disorder، اللي هو بتبقى هيتشرح لكم بعدين، هو بيبقى تفكير في حاجات او افعال معينه
اللي هو الانسان ما دماغه ما تهداش كده ويرتاح له ايه لما يعملها، تلاقي حد مثلا اللي هو على طول مهووس بالنظافه مثلا، على طول عمال بينظف وبيرش مطهرات وحاجات دي، ممكن تبقى OCD. تمام. تاني حاجه السوماتوفورم ديس اوردر. السوماتوفورم ديس اوردر ده بيبقى حد حاسس دايما بالم مثلا، او بيجي يلف على الدكاتره مثلا انا عندي الم، حاسس بحاجه مثلا في بطني، في صدري، في مشكله. طب هنعمل يعني عنده اعراض، بيتكلم فعلا ان هو مش بيهزر مثلا او كده، مش بيكذب. لما يجي مثلا الدكتور بقى يعمل له اكزامينيشن او يعمل له انفستيجيشن وكده، ما عندوش حاجه، اللي هو في مشكله وفي اعراض وفي الم بس من غير حاجه، مشكله عضويه، ده تبقى حاجه كده ايه يعني، كده يبقى سببها حاجه نفسيه. تمام. تالت حاجه الديسوشيتيف ديس اوردرز. الديسوشيتيف ديس اوردرز دي فكرتها في حته الانفصال عن الواقع، الانسان بيبتدي ان هو ينفصل عن الواقع شويه، ودي بتحصل لنا كلنا طب بطريقه خفيفه يعني، مثلا انت لو اندمجت جامد مثلا في قرايه كتاب او في سماع اغنيه او في تتفرج على فيلم، او حته اللي هو الدي دريمنج مثلا، طب انت قاعد كده في وسط اصحابك مره واحده سرحت ورحت في حته تانية كده لوحدك، انت كده انفصلت عن الواقع، بس ايه يعني حاجه اللي هو بتيجي مره وخلاص. تمام. بعد كده الانكزايتي، القلق ده هيتشرح لكم بانواعها كلها، والدبريشن نفس الكلام، اللي هو الاكتئاب. بعد كده البوست تروماتيك ستريس اوردر اللي هو PTSD. البي تي اس دي ده هو شكل من اشكال الانكزايتي على فكره. الفكره فيه ان بيبقى حد اتعرض لتجربه مؤلمه او احداث او ستريس فوق طاقه الانسان ان هو يتحمله، زي مثلا الناس لو في حروب مثلا، او شاف مناظر الناس حصلها حادثه قويه او كده، ده ممكن يسبب له PTSD. بيحصل للشخص ده ايه؟ بيحصل له ان هو بيبتدي في لو موقف شبه اللي اتعرض له زمان ده حصل قدامه، بيبتدي يسترجع كل الاحاسيس وكل القلق وكل الخوف اللي كان اتعرض له في ساعتها دلوقتي، يبتدي يشوفه ويتخيل الحاجات ده كله دلوقتي، مع ان الموقف عدى عليه سنين، بس بيجي الاحساس بنفس القوة بنفس الدرجة في الحاضر. تمام. زي مثلا كان في عدد كبير من الجنود الامريكان اللي هم كانوا بيحاربوا مثلا في حرب زي حرب فيتنام، كان في واحد انا كنت لسه سامع عنه قريب، كان شال ابنه بعد ما رجع من الحرب، مش عارف حوالي 10 سنين تقريبا، كان ما بيقدرش ان هو يشيل ابنه. ليه؟ لما كان بيشيله كان بيشوف الولد يعني متقطع ومحروق بسبب، طب ده بسبب ايه؟ لان هو شاف المناظر دي قبل كده، اتعرض لستريس او تروما قوية جدا ايام هو ما كان في الحرب، وشاف مدينة كاملة اتضربت بالصواريخ والاطفال كانوا مقتولين بالطريقة دي، فابتدى ان هو دلوقتي كل ما يعني بيشيل ابنه بيشوف كل المشاهد دي كلها بتتعد قدامه تاني، وبيحس بنفس الاحساس اللي هو ايه مر بيه ساعتها. طيب كده خلصنا جزء النيروزز وكل الكلام المتعلق بيه، هنبتدي بقى في العنوان الثالث معانا في المحاضرة، وهو ايه السايكوزس. تمام. الأول نعرف يعني ايه السايكوزس. السايكوزس هو خلل شديد، تمام، في الفانكشننج بتاع المخ او في أداء وظائف العقل. فاكرين في النيروزز لما كنا بنتكلم بنقول ان عيان نيروزز عنده ديفيسيت فانكشنينج، عنده خلل في الوظيفه، تمام، ولكن الخلل ده ما كانش بيوصل بيه لدرجه ان هو ايه منفصل تماما عن الواقع، مش قادر يفرق ما بين الواقع والخيال، حته الرياليتي تيستينج قلنا ان هي شغاله عنده هنا، لا هنا الخلل شديد جدا لدرجه ان هو ضرب معاه الرياليتي تيستينج، اللي هي النقطه اللي احنا قلنا ان هي الفرق اساسا ما بين ايه النيروزز وما بين السايكوزز. تمام. فعيان السايكوزز هو كده عنده الامبيرمنت شديد، وبالتالي عنده disturbance في الرياليتي تيست. تعريف تاني، هو عيان السايكوزز بيكون عنده inability في او عدم قدرة ان هو يقدر ويفرق ما بين
العالم الخارجي او البيئه الخارجيه اللي حواليه وما بين عالمه الداخلي، ما بين خيالاته وتفكيره وافكاره ومشاعره وكده، تمام؟ مش قادر يفصل ما بينهم، المفروض في جدار فاصل ما بين الواقع والخيال عنده، ده دايب خالص، الدنيا سايحه على بعضها، ما بقاش قادر ان هو ايه يفصل ما بينهم. طيب الكلام المكتوب نقراه بيقول ان psychosis is a severe impairment of mental functioning، زي ما قلنا ان هو الموضوع بقى سفير، الفانكشننج مضروب، وخد معاه ايه ال disturbance in reality testing. reality testing ضرب هو كمان، or تعريف تاني an inability to evaluate the external environment، inability ما بقاش قادر ان هو يقيم ويدرك ال external environment، البيئة الخارجية او العالم الخارجي، and differentiated from one's internal world، وان هو يفرق ما بينه وما بين العالم الداخلي اللي احنا قلنا اللي هو الخيال والافكار والمشاعر وهكذا. طيب ال reality testing بقى احنا قلنا هنتكلم عليه بشوية تفصيل. ايه ال reality testing؟ احنا قايلين ان هو كنا قايلين قبل كده ان هو الفرق او الانسان يقدر يفرق ما بين الواقع وما بين الخيال. طيب انا عشان اعمل كده محتاج لايه، او ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها؟ ثلاث حاجات مهمين: ال accurate perception، organized thought process، و flexibility in interpersonal interactions. يعني ايه الكلام ده؟ اخدهم واحده واحده كده بالراحه. اول حاجه ال accurate perception. يعني ايه كلمه perception اصلا؟ كلمة perception دي معناها إدراك، أو أنا تقدر تقول عليها استقبال. طب يعني إيه؟ أنت دلوقتي عندك حواس، تمام؟ فناخد مثلا حاجة زي الإبصار مثلا كمثال. أنت دلوقتي في نور جاي على عينك منعكس من على كل حاجة حواليك، النور ده بيدخل يمشي يخش على العين، تستقبله أعصاب، الأعصاب دي تاخد الطاقة اللي جاية لها اللي هي النور دي وتحولها لإشارات عصبية، الإشارات العصبية تروح تمشي لحد ما تروح للمخ، وبعد كده جوه تترجم ويتقالك إن ده مثلا إيه، أنا شايف ألوان كذا، شايف مثلا حواليا ده تيشيرت، ده فيه مروحة، ده فيه مش عارف إيه، تمام؟ طب إيه اللي حصل ده؟ العملية دي كلها إنك أنت استقبلت ستيميلوس وترجمته وادركت وجود حاجه، وجود الاستيمولس ده، دي حاجه اسمها البرسبشن، تمام؟ فطبعا انت عشان يبقى عارف تفرق ما بين الحقيقه والخيال، يبقى انت المفروض اصلا بتستقبل كويس، بتستقبل الاستيمولس من بره كويس، فمعنى كده انك انت محتاج اكيوريت برسبشن، لازم يكون البرسبشن دقيق وشغال كويس. طيب دي اول خطوه. تاني خطوه organized thought process. طبعا التفكير حاجة مهمة، انت خلاص طب الإشارة ترجمت، طب حتة الترجمة دي وان انا ادركت ان ده كذا وده كذا، الاوبجكتس اللي حواليا دي كذا وكذا وكذا وكذا، وفكرت وبعدين بقى ايه المفروض هتعامل، او في موقف بقى فهتكلم او هعبر عن الحاجة اللي انا شفتها دي، فانا قبل ما هتكلم اكيد هفكر في الكلام اللي هقوله. فعملية التفكير دي علشان أعرف بيها إن أنا أفرق ما بين الحياة والخيال، لازم عملية التفكير دي تكون منظمة، تمام؟ الـ thought process اللي أنا بمشي فيها هي ليها خطوات، لازم بتمشي على الخطوات دي بالترتيب وما يكونش في خلل في أي خطوة منها، تمام؟ تالت حاجة، خلاص بقى أنا كونت الأفكار بتاعتي، هبتدي بقى إن أنا إيه أتعامل، اللي هي ايه الانتربيرسونال انتراكشنز بقى، ان انا خلاص قادر اتعامل مع الحاجات اللي حواليا، عرفت انا استقبلت الاشاره ترجمتها، عرفت ان اللي بيحصل حواليا ده حقيقي ومواقف حقيقيه، ابتدي ان انا اتعامل معاها، هتكلم، هعبر، هسلم على حد، الانتراكشنز بقى اللي هي الايه الكوميونيكيشن مع الناس اللي حواليا، هيبقى الموضوع يكون الموضوع ايه فليكسبل، تمام؟ دول الثلاث حاجات اللي انا محتاجهم علشان الرياليتي تيستنج عندي يكون شغال، اللي هو الاكريب بيرسبشن، اورجنايزد ثوت بروسس، وفلكسبيليتي ان انتربيرسونال انتراكشنز. طيب الحاجات بقى، الانواع بتاعت السايكوزس اللي هي كلاسيك كاركترستكس، حاجات مميزه في السايكوزس بتحصل في السايكوزس بس، اللي هي ايه؟ الهلوسينيشنز، الديلوجنز، والفورمال ثوت ديس اوردرز. دول علامات مميزه لاي مرض
في سايكوتيك اللي هو من الاعراض بتاعته حاجات سايكوتيك هتلاقي فيها الحاجات دي، او يعني حاجه او اتنين منهم. تمام. الهالوسينيشنز والديلوجنز هنتكلم عليهم دلوقتي. الفورمال ثوت ديس اوردرز عشان برضو تبقى مجمع الدنيا شويه، بيبقى في ده ديستربنس في يا اما الاورجنايزيشن او الاكسبريشن بتاع الثوت، يا اما انا مش عارف ارتب افكاري كويس، يا اما انا مش عارف اعبر عن افكاري كويس. تمام. ومش قادر ان انا ايه اعمل كوهيرنس او ترابط ما بين الافكار بتاعتي. تمام. الفورمال ثوت ديس اوردر برضو ده هيتشرح بالتفصيل في المحاضره بتاعت السيمبتوماتولوجي، ما تقلقوش يعني الكلام ده كله هيتقال بالتفصيل. طيب ناخد بقى الحاجتين اللي يهمونا اللي هما الايه، الهلوسينيشنز والديلوجنز. اول حاجه الهلوسينيشن. يعني ايه كلمه هلوسينيشن؟ هي perception without external stimulus. فاكرين لما كنا بنقول ان احنا محتاجين accurate perception في reality testing، انا جالي stimulus من بره وانا اتنقل وادركت وفهمت ان في stimulus وبتاع، لا ده بقى ايه، انا الحاسه اشتغلت، انا شفت حاجه تمام من غير ما يكون في حاجه قدامي، من غير ما يكون في stimulus. احنا كلنا بنهلوس، يعني لو خدنا مثلا في حته اللي هي انا شفت كذا، انت مثلا تبقى قاعد دلوقتي مثلا قاعد على ماسك الموبايل او بتقرا في كتاب او ايا كان، تحس ان في حاجه عدت من قدامك، في حد بيبص عليك من باب الاوضه لو انت سايبه مفتوح. مثلا كام مره كنت قاعد في الاوضه مثلا وسمعت حد بينادي عليك ومفيش حد بينادي، دي هالوسينيشن، انت مخك بيهلوس، مخنا على طول طول الوقت بيهلوس يا جماعه عادي، يعني دي مش حاجه غريبه يعني او حاجه مرضيه عادي. احنا قلنا ان هو perception without external stimulus could be of any sensory modality، يعني ممكن يحصل في اي اسمها ايه اللي هي اعضاء الحس. تمام. سواء الهالوسينيشنز دي تكون فيجوال، بصريه، اوديتوري، سمعيه، تاكتايل، حسيه او اللي هي باللمس، اولفاكتوري في الشم. تمام. او جاستاتوري في التذوق، كلها سينسز وكلها ممكن يحصل فيها هالوسينيشن عادي جدا. طيب بعد كده الديلوجنز. الديلوجنز بقى هي فكره تانية غير الهالوسينيشنز خالص، هي حاجه اسمها بليف. بليف يعني اعتقاد. تمام. راسخ وطبعا اعتقاد خاطئ. تمام. حاجه العيان بيبقى مصدقها ان هي حقيقه، دي الحقيقه اللي مفيش حاجه غيرها ومحدش يحاول يقنعني بحاجه غير كده، مش هيقتنع. تمام. دي فكره الديلوجن. تمام. الفكره بقى دي اللي هي ان انا الحاجه الغلط اللي هو مقتنع بيها دي not shared by others، يعني ما فيش حد تاني بيفكر بنفس اللي هو بيفكر فيه ده. تمام. و not corrected by reasoning، ما بيتغيرش بالمنطق، تقعد جنبه تفهمه وتقول له تجيب له دلائل وبتاع، مش هيقتنع، يعني مش هيقتنع، هو خلاص الديلوجن عنده ثابت في دماغه. طيب انواع الديلوجنز ديت ايه؟ الانواع كتير صراحه، بس واحده واحده كده وهنعرف الفرق ما بينهم. اول حاجه البارانويد. البارانويد ممكن تكون سمعت كلمة بارانويا في أي حتة قبل كده. المهم البارانويا دي إن بيبقى الشخص المصاب بيها شاكك في الناس اللي حواليه ومش قادر إن هو يثق في حد، doubtful و fearful of others، ومش قادر إن هو يتعامل مع الناس اللي حواليه بثقة، فاقد الثقة في الكل. تمام. البرسكيوتوري زي ما الراجل ده وهو في واحد وراه شاكك ان هو بيراقبه، هو عنده التفكير ده على طول، انا في حد بيراقبني، في ناس بتمشي ورايا، في منظمة ايه بتراقبني، عايزين يخطفون، اللي هو بيبقى في عليا مؤامرة، في ناس بتعمل عليا مؤامرة. طيب هو ده مش شبه البارانويد؟ اه هو شبه البارانويد، بس الفكرة ان البرسكيوتوري بيبقى اكتر واعنف 100 مرة مثلا عن البارانويد، مش مجرد اللي هو البارانويد مش قادر يثق في الناس او كده، لا البرسكيوتور ده بيقول لك الناس عايزه تقتلني، انا ماشي في الشارع الناس عايزه تقتلني. تمام. بعد كده الجرانديوستي. الجرانديوستي هو اللي هو وهم العظمه. حد مثلا بيقول مدعي نبوه مثلا، يقول لك انا نبي، انا مرسل من الله برساله جديده مثلا. تمام. السوماتيك. السوماتيك ديلوجن ده
بيبقى العيان عنده اعتقاد ان هو عنده مرض معين في جسمه من غير دليل، ممكن يكون حتى من غير اعراض، بس هو في دماغه ان انا عندي كذا، انا مثلا عندي كانسر كولون مثلا، طب في اعراض؟ لا. طيب انت عملت تحاليل بتاع، لفيت على الدكاترة كلهم وكلهم يقولوا لي مفيش حاجة، وانا مش مصدق حد فيهم، انا عندي. تمام، دي فكرة السوماتيك ديلوجن. بعد كده الديلوجن اوف سين، الاحساس بالذنب، ده بنشوفه كتير في عيانين خصوصا الدبريشن، زي القرموطة اهو، maybe I am the problem، انا المشكلة فيا انا. ده بيبقى شايف ان العالم كله بكل مشاكله بكل حاجة وحشة بتحصل حواليه هو السبب فيها. تمام، بعد كده النيالستيك. النيالستيك ده وهم ان الشخص بيبقى عنده اعتقاد ان هو ميت اصلا، يعني يقول لك انا ميت، مش قادر يقتنع ان هو لسه حي وبيتعامل مع الناس وكده. وده بنشوفه في الحالات بقى الدبريشن اللي بتبقى سيفير قوي، ده بيبقى بيوصلهم لحتى السوسايد، بيبقى عندهم النيالستيك ديلوجن ديت، يعني بتتلاحظ في ناس كتير منهم قبل ما يخشوا على خطوة السوسايد. تمام، بعد كده البافرتي، ديلوجن اوف بافرتي، حد بيبقى مقتنع ان كل ممتلكاته وكل فلوسه هتتاخد منه، هتتسلب منه مرة واحدة، مش فكرة اللي هو هيخسرها بقى بطريقة منطقية ان هو مثلا داخل في البورصة وهيخسر فلوسه او مشاريعه هتخسر وبتاع، لا، انا كل الفلوس بتاعتي هتتاخد مرة واحدة وهتختفي. تمام، فطبعا دي حاجة ما تتصدقش يعني. بعد كده الانفيدلتي، انفيدلتي اللي هو وهم الخيانة، واحد او واحدة شاكك في مراته او هي شاكة في جوزها طول الوقت، واي موقف عادي بيحصل ده، لا ده معناه ان مثلا ايه، لا جوزي بيخوني، انت بتخوني، انا ازاي، طب ايه اللي حصل بتاع، ما فيش، هو كده. تمام، بعد كده الاريتومانيك، اكيد فاكرين عطف السكري، في مسرحية العيال كبرت لما كان بيكلم اسمها ايه، ميرفت امين، وبيقول ان هي بتحبني، ان هي بتحبني، وهو بينزل يقابلها وبتاع، هو نفس الفكره كده، العين الايروتومانيك اللي هو وهم الحب، ان هو في حد واقع في حبه. تمام، الفكره بقى ان الشخص اللي هو بيتكلم عليه ده اللي هو شخص مشهور او ليه مكانه اجتماعيه كبيره او ايا كان. تمام، فهل الشخص ده يعني في احتمال ان هو مثلا لما قابل، هل احتمال ان ميرفت امين كانت حابه عاطف؟ يعني بعيده، يعني اظن بعيده قوي، فهو ممكن يكون اللي هو ايه ده، حته الروتومانيا او ديلوجن اوف روتومانيا. تمام، دي كده ايه انواع الديلوجنز. في بقى نوعين هما كانوا موجودين في الاول بس انا قلت انقلهم في الاخر بعد ما خلصنا دول وعرفناهم، اللي هو السيستماتيك والبزار. السيستماتيك والبزار دول مش نوعين زي اللي فاتوا، لا دي تقسيمه تانية. يعني ايه سيستماتيك ويعني ايه بزار؟ سيستماتيك يعني حاجه ينفع ان هي تتصدق، ديلوجن هو ديلوجن في الاول وفي الاخر، وهو فكره غلط والعيان مقتنع بيها، ولكنه حاجه يعني تتصدق، لما ممكن تتصدق، يعني مثلا لو حد جاي بيقول انا مثلا شاكك في مراته بتخون، يعني مش موقف ممكن، هو حاجه ممكن تحصل، حاجه ممكن تحصل. لو مثلا حد قلنا مثلا ان في البارانويد، الشخص البارانويد مثلا ان هو مش قادر يثق في حد او كده، ممكن يعني دي حاجه ممكن تتصدق، ان الناس اللي حواليه هو واقع في بيئه مش كويسه مثلا. طيب حاجة تانية، البزار بقى على العكس تماما، البزار زي مثلا النيالستك، انت شخص عايش قدامي اهو، انت مش ميت، هل ده هينفع اصدقه لما هو يقول لي ان انا اصلا ميت؟ لا. ففي حاجات ينفع تتصدق، دي السيستماتيك، وفي حاجات ما ينفعش تتصدق اللي هي البزار. تمام، وزي ما قلنا ان هي دي التقسيمه غير اللي قبل كده، اللي قبل كده اللي احنا قلناهم الديلوجنز ديت ممكن تقع تحت الايه، تحت السيستماتيك او البازار. تمام، ودي صوره اهي او جي اي اف كده بيوضح الدنيا، اللي هو بيزار اللي هي ايماجينينج امبوسيبل سيتويشنز، حاجات مش تحصل، النون بيزار ايماجينينج بوسيبل سيتويشنز، حاجات ممكن تحصل. وتقسيمه برضو التالته للديلوجنز ان هي مود
كونجرنت ديت اللي هي مرتبطه بالمود او بالحاله النفسيه، زي بتحصل مثلا في حالات المانيك والديبريسيف ستيت، دي في حاجه في الباي بولر ما ولا كانك سمعتها، وحاجه وتقسيمه تانيه اللي هي المود انكورجنت اللي هي الديلوجنز بتيجي بغض النظر عن ايه، عن الحاله النفسيه للعين موجوده على طول. تمام. طيب خلينا نرجع كده، نرجع بسرعه على الكلام اللي احنا قلناه من اول السايكوزس خالص. قلنا السايكوزس هو امبيرمنت سيفير في المينتال فانكشننج، وبيميزه ان هو عنده ايه disturbance في reality test، او هو unable to evaluate and differentiate the external environment from the internal world. تمام. طيب بعد كده قلنا الرياليتي تيستنج بتحتاج ثلاث حاجات، بتحتاج الاكيوريت بيرسبشن، بتحتاج اورجنايزد ثوت بروسيس، بتحتاج flexibility في الانتربيرسونال انتراكشنز. تمام. بعد كده قلنا الكاركترستكس بتاعه السايكوزز، اللي هي الحاجات المميزه للسايكوزز، الهالوسينيشنز والديلوجنز والفورمر ثوت ديس اوردر. قلنا الهالوسينيشنز هي بيرسبشن ويز اوت اكسترنال ستيمولس، من غير اكسترنال ستيمولس، دي اهم حاجه. ممكن تكون في اي سنسوري ميداليتي، ممكن تبقى فيجوال اوديتوري تاكتايل اولفاكتوري جوستاتوري، الخمس حواس. بعد كده الديلوجنز قلنا ان هي اهم حاجه فولس فيكسد بليف، فولس فيكسد بليف تحفظها زي اسمك. not shared by others و not corrected by reasoning، مش بتصلح بالمنطق. ممكن تبقى الديلوجنز المشهوره ايه، بارانويد بيرسكيوتوري جرانديوستي، السوماتيك السن نيالستيك بافرتي انفيديليتي روتومانيك، وشرحناهم كلهم واحدة واحدة، وهي هتتقلكوا تاني في محاضرة السيمبتوماتولوجي ممكن بتفصيل كمان زيادة عن كده. قلنا في تقسيمة تانية السيستماتيك والبزار، السيستماتيك اللي هي الحاجة اللي ممكن تتصدق زي مثلا الانفيديليتي، والبزار اللي هي الحاجة اللي ما ينفعش تتصدق زي مثلا النيالستيك. ودي الجيف بقى معاكم. بعد كده نخش على اكزامبلز، شويه اكزامبلز كده للسايكوتيك ديس اوردرز. السايكوتيك ديس اوردرز اللي ممكن تحصل بتبقى مثلا ايه، اول حاجه اشهر مرض سايكوتيك السكيزوفرينيا. يا جماعه السكيزوفرينيا مش الشخصيات المتعدده، بلاش شغل الافلام ده، مش هي السكيزوفرينيا خالص. تمام. الشخصيات المتعددة ده أقرب حاجة ليه، مرض اسمه dissociative identity disorder، وده حاجة تانية خالص بعيدة عن ده. السكيزوفرينيا بتبقى عبارة عن hallucinations و delusions، وبيبقى فيه ممكن في الحالات المتقدمة اللي هي الأعراض حاجة اسمها negative، بيبقى فيه ممكن social withdrawal، و إن هو مش قادر يحس بمشاعر وهكذا. تمام. يعني حاجة بعيدة خالص عن شغل الأفلام ده. المهم السكيزوفرينيا قلنا ده أهم حاجة، الديلوجنال ديس أوردرز اللي احنا قلناهم، ممكن السايكوتيك مانيفستيشن تظهر نتيجة ميديكال كونديشن، يعني حد عنده مرض تاني خالص يسبب أعراض سايكوتيك معاه. تمام. زي ممكن مرض هرمونال ميتابوليك انفلاماتوري تروماتيك ايا كان، وغالبها يعني هتأثر على البرين أكيد يعني. آخر حاجة substance induced، نتيجة إن هو بياخد substance من بره، زي إيه؟ الكنابس، الحشيش، أمفيتامين، الناس اللي شافت بريكنج باد ده ابن عم الميثامفيتامين على طول، الألكهول، الكحوليات، كورتيكوسترويدز، والدوبامين أجونست. دوبامين أجونست اللي هي بتشتغل أو بتزود شغل الإيه؟ الدوبامين. تمام؟ بأي طريقة. طيب ايه بقى لما اجي اعالج السايكوزس ده هعالجه ازاي؟ علشان اعالجه اعرف الاول هو سببه ايه. سبب السايكوزس اصلا من البدايه حاجه اللي اسمها هايبر دوبامينرجيك اكتيفيتي. هايبر دوبامينرجيك اكتيفيتي يعني زياده في شغل الدوبامين. احنا معتمدين على الدوبامين في حاجه اسمها الريورد سيستم. الريورد سيستم اللي هو اللي هو الميزولمبيك تراكت على فكره. انت لما بتعمل مثلا مجهود، بتبذل مجهود مثلا في حاجه معينه انت عايز تلاقي لها نتيجه مرضيه، لما النتيجه دي بتحصل انت بتنبسط. الانبساط اللي حصل لك ده نتيجه ايه؟ انك انت مخك طلع لك شويه دوبامين مشاهم في الميزولمبيك تراكت، فحسيت انت بالسعاده دي. ده كده اللي هي ايه؟ دي مكافاه المخ ليك، اللي هو ايه؟ الدوبامين.
تمام. فلما يبتدي بقى الدوبامين ده سواء بقى افرازه يبقى زياده او ما بيتكسرش وبيتشال كويس تمام، اي حاجه نتيجتها ان الدوبامين الاكتيفيتي بتاعه زاد هتسبب ايه؟ سايكوسس. تمام. طبعا في الميزوليمبيك تراكت، ده كله الكلام جوه الميزوليمبيك تراكت. طيب الميزوليمبيك تراكت ده برضو ايه؟ الميزوليمبيك تراكت هو جزء من الدوبامين باثويز. تمام. الدوبامين بيمشي على فكره في كذا باثوي جوه المخ، ده واحد منهم. قلنا هو الريوردنج سيستم بيبتدي من عند الفنترال تيجمنتال اريا. الفنترال تيجمنتال اريا ده جزء في الميد برين لحد النيوكليس اكامبانس اللي هي جزء في البيزل جانجلي. تمام. تفصيله مش مهمة قوي يعني، بس ايه يعني عشان هي مكتوبة وموجودة في المحاضرة. طيب المهم بقى في الكلام ده كله، انا هعالج ازاي؟ هعالجه بطريقة من اتنين، يا اما هقفل على الدوبامين يا اما هقفل على السيروتونين والدوبامين مع بعض. طيب ليه؟ طب الدوبامين وفهمناها، السيروتونين ليه؟ السيروتونين علشان في امراض مثلا زي الاسكيزوفرينيا، وده يعتبر اشهر مرض سايكوتيك، بيبقى فيه مش بس الاعراض السايكوتيك، بيبقى فيه اعراض ليها علاقه بالمود. احنا قلنا ان هو ساعات بيبقى الشخص ده بيبقى ديبريسد، بيبقى مش قادر يتعامل مع الناس، مش قادر يحس بحاجه، فدي كلها امراض ملهاش علاقه بالسايكوزس، دي حاجات تبع المود. تمام. فمين اللي متحكم في المود وبيظبطه عندنا؟ السيروتونين. تمام. فانا علشان الحالات دي بحتاج ان انا اديهم ايه؟ بدل ما اقفل على الدوبامين بس، لا بقفل على السيروتونين وعلى الدوبامين مع بعض. طيب خلينا في الدوبامين الاول. الدوبامين لما هاجي اقفل هقفل ايه؟ الريسبتور اللي انا هستهدفه هو الدي 2. الدوبامين ليه 5 ريسبتورز، اللي انا بشتغل عليه هو الدي 2. تمام. الدوبامين انتاجونيستكس زي الهالوبريدول. تمام. قلشة كده بسيطة، معلش استحملوني. هالو ودوبامين، هالو مين مر على الخط. تمام. معلش خدها كده، الدوبامين انتاجونست هو الايه؟ الهالوبريدول. بعد كده الناحية التانية، لما هاجي اشتغل على السيروتونين والدوبامين مع بعض هشتغل كده على الدي 2 برضو. تمام. وهشتغل على ريسبتور السيروتونين اللي هو ال 5-HT2A. هتفهموا الدنيا دي كلها اكتر في البايو وفي الفسيولوجي، في محاضرتين برضو معانا وفي الفارما. المهم السيروتين دوبامين انتاجونيستك ديت اللي انا محتاجه الريسبريدون. الريسبريدون اقولها ار اي اس مع السيروتونين اس اي ار، ودي عشان الدوبامين. تمام. وحتى افتكر من خلي عندك فوتو ميموري كده، اللي هو ايه؟ الاصفر مع الاصفر والاحمر مع الاحمر. تمام. تمام. قلنا على التريتمنت، معلش هنقولها تاني. قلنا المشكلة هنا في ايه؟ في الدوبامين. الدوبامين شغال هايبر اكتيفيتي، في زيادة. تمام. زيادة مهمة. بعد كده العلاج هيبقى ازاي؟ يا اما هشتغل على الدوبامين بس، اديله انتاجونيستك للدوبامين بس زي الهالوبريدول، يا اما هشتغل على السيروتونين والدوبامين على الاتنين مع بعض، اللي هو سيروتونين دوبامين انتاجونيستكس زي الريسبريدول. تمام كده؟ تمام. بس احنا كده خلصنا المحاضرة الحمد لله. اتمنى ان انا تكونوا فهمتوا وما اكونش طولت عليكم، ويعني اخيرا يعني نصيحة سواء ليا او ليكم، حاولوا يا جماعة على قد ما تقدروا في وسط الضغط اللي احنا فيه ده انكم انتوا تحافظوا على صحتكم النفسية، يعني هي الباقية ليكم. وخلاص كده. ما تنسوش بس الفيدباك، يا ريت بعد تحت ما تنسوش تملوا الفيدباك علشان بيوصل لنا الكلام ده يا جماعة. وبإذن الله هيكون في فيديو المراجعة على السريع كده في المحاضرة، وإيه شوية أسئلة عليها. وبس كده، سلام.